واش الخوت، السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. او تاني عاود تغبت عليكم ولكن ماشي الخاطي، ولكن هاد المره الحمد لله كملت قاعد داكشي اللي عندي، ودابا غادي نبدا معاكم الحرب من جديد. غير وجدوا راسكم معايا وصافي. القصه ديال اليوم زوينه بزاف وكنتمنى تعجبكم. بلا ما نطول عليكم بزاف، ديو الكيت وخليكم معايا. سميتي هشام، غادي نعاود لكم القصه ديالي من الاول. الوالده ديالي كتسكن في كازا. ملي كانت صغيره كانت كتلعب في شي حي، شافها الوالد وعجباتو بزاف، تزوج بها وهي مازال باقا صغيره، يلا عندها 14 عام. بحكم ان الوالد ديالي كان عايش برا، كان ضروري خاصو يدي معاه مرتو، راكي تسنى فيها حتى كملات السير القانوني ديالها اللي هو 18 عام. من بعد صوب ليها الورقات ديالها وداها معاه لسباليون. عاشو تماك تقريبا شي عامين. حملات الوالدة داك الساعة بيا انا، وحيت في سباليون ما كاينش اللي غادي يقابلها، قررت باش جيت ولدني هنا في المغرب. وداكشي اللي كان، رجعت لدارهم عند الوالدين ديالها وولدات عندهم، قابلوها مزيان حتى تزاديت انا وتهلاو فيها. من بعد رجعوا لاسبانيا وداوني معاهم. من نهار خرجت لهاد الدنيا وانا كنسمع غير المشاكل والصداع. الوالد ديما مضارب مع الوالده، كان كيغيب بزاف وكان بحال مريض بالوسواس. الا خرجت تجيب شي حاجه من المارشي وتعطلات غير 10 دقائق كيدير ليها فيلم، فين كنتي وعلاش جايه معطله، وكيبدا يقلب لها في التليفون كيدير ليها لونكيت ديال بصح. المشكل ما كيحبش هنايا وصافي، الا بقات كتجاوب معاه في الهضره بزاف يوصل معاه حتى للضب. ما كيراعيش واش هزه في يديها طابيه ولا شنو، كيبدا غير يخلط فيها حتى كيرجع لها وجهها كامل دمايات، وفي الاخر كيجي يقول لها سمحي ليا راني غير كنغير عليك وصافي. عرفت من بعد انه كيجي يطلب منها السماحه غير باش ما ديكلاريش عند البوليس تماك، حيت عارف تليفون واحد من عندها غادي يغبوه. المهم بقيت كنعيش هاد الحاله وانا باقي صغيره لمده ديال 3 سنين. من بعد زاد خويا الصغير اللي سميتو بدر، رجعنا للمغرب عاوتاني وشفت تعامل اخر ديال جدودي اللي كان زوين بزاف. جدي بات الوالده نهار كامل وفرحان بيا، ما كانش كيحطني اللاط كاع، كان كيديني كيخرجني، وحتى انا كنت فرحان معاهم وما كرهتش نبقى غير تماك. اما الوالده مسكينه كان الوجه ديالو كله مفشخ، واخا كان كبار كانوا كيبقاو شي علامات في الوجه. ملي كتسولها الوالده عليها كتقول ليها لا غير طعت. بعض المرات الله يسمح ليها كانت كتلصق فيا وتقول ليها راه هشام هو اللي قمشني. المهم تزاد خويا بدر وجدودي كيف العاده فرحوا بزاف خويا بدر، وحلفوا عليها ما تمشي حسيدي ولا اسبوع ويحتفلوا به. كانوا كاع الناس فرحانين وكيشطحوا وكيغنيو الا الوالده ديالي، كانت مسكينه جالسه وكتخمم، وما كاين اللي حاس بها في داك الحفل من غير انا، حيت عارفه كيفاش عايشه. المهم من بعد ما دار داكشي كامل رجعت انا والوالده وخويا بدر. مع دخلنا مع الباب ديال الدار لقينا الوالد كيتسنى في الوالده. تخيلوا معايا ما حضرتش الزياده ديال ولدو كاع، شافو غير في التصاور ديال التليفون. هز ولدو عندو بقى كيعنك فيه وكيبوس فيه. اللي شاف هاد المنظر هذا يقول لك هاد الاب الاسره ديالو هي اهم حاجه عنده في هاد الحياه. المهم الوقت غادا وحنا غاديين وكنكبروا، ما حدي غادي كنكبروا وما حدي غادي كنعرف شنو واقع في الاسره ديالنا. دخلت داك الساعه اول عام ليا لنداسا، واخا كنت عايش في اسبانيا ما كنتش كنعرف نقول حتى كلمه بالسبليونيه، حيت الوالدين ديالي كانوا كيديروا معايا غير بالعربيه، وما كناش كنخرجوا بزاف كاع. ديما الوالد الا خرج هو والوالده كينوضوا في شي قهوه وكيجيو كيكونوا جالسين وكيضحكوا عادي، شويه كيدور يشوف في الوالده ويبدا يخنزر فيها. مال هذاك خينا كيشوف فيك؟ كتقول ليه وانا مالي، سير سولو هو. كيقول ليه لا، مادام كيشوف فيك يعني انت غتكوني بينتي ليه ولا ضحكتي ليه. وكيبداو يضاربوا وكيرجعوا للدار وكيرجعونا معاهم حتى حنا اللي باقي ما شفنا والو. الوالدة مسكينة دوزات العذاب مع الوالد، ولكن بقات صابرة على حاجة وحدة هما وليداتها. نجحت العام الأول في الدراسة ديالي
وطلعت للمستوى الثاني. بدات الوالده كتعاوني مزيان مسكينه، وكانت كتقاتل معانا انا وخويا. اما الوالد ما كناش كنشوفوه كاع. عماني عقلت على الوالد جلس معايا شي نهار ولا داني يلعبوا في شي جاده، مع العلم ان كانوا تما كتيانات زوينين بزاف وكاع الوالدين كيمشيو يلعبوا مع الاولاد ديالهم. هادشي بديت كنلاحظو ملي وليت كنمشي للمدرسه. تعاشرت مع واحد داير سميتو البيرت، كان لغة بالإشارة تقول واش كنفهم كلمة من داكشي اللي كيقول. مع ذلك كان عزيز عليا بالسبب ديالو هو. تعرفت على شحال من بلاصة تماك، كان ديما كيديني مع شي بلايص زوينين بزاف واللي كانوا قريبين من الدار ديالنا. ما عرفتش علاش الوالد عمو ما داني ليهم لعب بحالي بحال دراري صغار. الوالدة مسكينة كتبغي تخرفني، ولكن الله غالب عندها دري صغير ومقابلة راجل قدو قد جغل، معلقة ما يغسلهاش ما كيعاونهاش كاع، بحالها تقول جايب خدامة وصافي. الوقت غادا كدوز وانا كنزيد نحقد على الوالد، حيت ما كانش كيعقل علينا كاع، كان ديما كيتخاصم مع الوالدة. والوالدة مسكينة كتبقى حاضرة راسها ما تزاوش معه كاع، على قبلنا باش ما نشوفوش داك المنظر. ولكن هو كان بحال شي هيش، راه كيعاير وصافي وكيخلط كاع داكشي اللي جهده. واحد النهار صاحبي البيرت داني معاه لدارهم، مو الله يعمرها دار، والوالد ديالو حتى هو غير كذا بدورة ويجي عندك ماتو يبوسها قدامنا. خليتهم حتى مشاو من حدانا وسولت البيرت وقلت ليه واش الوالدين ديالك ما كيتخاصموش؟ قال لي لا كيتخاصمو، ولكن ملي كيكون شي خصام كيديها البيت ديالو، كيبقاو يتغاوتو شوية ملي كيخرجو عندي كيخرجو ضاحكين. بقى في الحال ملي شفت الوالدين ديال البيرت كيفاش دايرين، وتمنيت حتى انا كون كانوا والديا بحال هكا، ولكن مع الوالد ديالي مستحيل. المهم داس ليام بزاف، كبر خويا بدر وشاف حتى هو الحياة كيفاش دايره. بدر كنت انا هو القدوة ديالو وكنت عزيز عليه، حتى لدرجة مسكين ملي كيشوف الوالدة والوالد منوضينها كيجي يتخبى ورايا. انا كنت كنتقبل داكشي حيت ولفتو، ولكن خويا بدر مسكين ما كانش كيقدر يشوف داك المنظر، كان كيسد الودنين ديالو كيجي يتخبى ورايا باش ما يشوفش وما يسمع حتى شي حاجه. واحد النهار خليتهم حتى نوضوها وسالاو، والوالد مشى للصالون ديالو وشعل التلفازه. مشيت جلست حداه وقلت ليه علاش الوالد ديالي انت ماشي بحال بوت البير؟ لاح تيليكوموند من يدي وقال لي كيفاش. قلت ليه بوت البير ملي كيتخاصم مع ماتو كيدخل هو وياه للبيت، كيبقاو يتناقشوا شويه ولكن من بعد كيخرجوا مصالحين. علاش انت ضروري خاصك تهرس الماء عنا وما كتراعي فينا حنا اللي ولادك؟ نورمالمو اي اب طبيعي في داك الموقف غادي يتقبل الهضره اللي قلت ليها وغادي يصلح الغلط ديالو، ولكن مع الوالد والله لا حلمتي بها. قال لي شنو دابا البيرت حسن مني انا؟ وناض بدا كيشتف عليا وبدا كيسمعني شي معيون اللي عماني في حياتي ما سمعتو. الوالده مسكينه سمعت الغوات ديالي من الكوزينه جات كتجري، تلاحت عليا مسكينه وكالت عليا وبدا كيخلط فيا انا وياها. جا خويا الصغير كيجري عند والده وتلاح عليه وكيبكي وكيقول ليها عافاك بابا عافاك صافي طلق من النوم. دفع خويا الصغير حتى هو حتى طاح على القنب ديال الطبله. بعد طاح منشور في الارض ومبقاش كيتحرك. الوالده ديالي اللي كانت منشور في الارض ولات بحال شي سبع، نضت ويدفعو دفعه وحده، زات ولده في يديها ومشات كتجري للسبيطار. تبعها كيجري وخلاوني بوحدي في الدار. بقيت جالس في البلاصه اللي كليت فيها قتله كنشوف في هذيك الدار مرونه والدم كان في الارض، وبديت كنقول مع راسي اش هاد العيشه عايشين فيها. وبقيت كنستغرب الحاجه وحده، علاش الوالده مسكينه صابره على هاد الدل هذا؟ بقيت جالس كنتسنى وانا مسطون على خويا بدر اللي كان عزيز عليا بزاف وكنت خايف عليه. ما كاملاش في طول الساعه بديت كنسمع الدقان في الباب، نط حليت الباب كنلقاهم البوليس. شي واحد في الجيران سمع الغوات ديالنا وعيط عليهم. فرحت بزاف ملي شفتهم وقلت هذه هي الفرصه المناسبه. مع دخلهم على الباب لقاوني كنبكي. سولتني واحد البوليسيه اللي كانت ظريفه بزاف، عاودت لي داك الشيء كامل اللي دار لي الوالد ملي كنت صغير وكنت باغي فيه الخدمه وما بقاش فيا كاع. بقات شاده واحد الكتاب وكتقيد فيه وريتها الدم اللي كان في الارض والبلاصه فين ضربنا، وقلت ليها راه ديما كيضرب الوالده. ملي سولتني عليه فين كاين هو دابا قلت ليها راه ضرب خويا الصغير
ما عرفت واش مات ولا شنو. راه داو للسبيطار، جبتو الراديو ديالهم بداو كيلونسيو داكشي اللي قلت ليهم كامل. من بعد خرجوا قالوا لي ما تخافش حنا غادي نشوفوا شنو غادي نديروا معاه. بقاو معايا في الدار شويه، كنسمع الدقان كنصاحبو هو حلاج. هذيك البوليسيه الباب جابت لي بلا ديال ماكدو، قالت لي كل هذا وصافي ما تبقاش خايف، حنا معاك دابا. من بعد ساعه ديال المكانه بديت كنسمع الساوت كيتحل. دخلات الوالده والوالد وهما مازال باقين كيتناقوا. مع دخل الوالد شاف البوليس ما فهم والو، ناضوا عنده خرجوه لبرا، داو ليه المينوط ركبوه في الطوموبيل ورجعوا لعند الوالده. قالوا لي خاصك ضروري تجي لعندنا باش تعاودوا لينا على هذا الشيء كامل اللي كديروا في حق الدراري. قلت لهم صافي ماشي مشكل. الحمد لله خويا بدر كان بخير، كان غير غيب بقوه داك الضرب وصافي. جات جلست معايا الوالده وقالت لي شكون اللي عيط على البوليس؟ لا هما جاوب وحدهم تا ولكن ما تخافي والو الوالده، صافي راني غادي نهنيك منو. عاودتيهم داك الشيء كامل اللي كيدير ليك وقالوا لي غادي نشدوه. الوالده ديالي ما عجباش الحال، ما عرفتش علاش ولكن هادشي غادي نعرفو من بعد. مشات الوالده ديالي لعند البوليس وعاودت لهم على داك الشيء كامل اللي دوز علينا من ضرب وسوء ديال المعامله. من بعد قالوا لها صافي انتي كوني هانيه، يمكن ليك تمشي. رجعنا للدار واول مره كنحس بالدار زوينه بزاف بلا الوالد، ما كاين لا مشاكل لا صداع لا والو. دوزنا داك الليله زوينه بزاف، تخشينا في الوالده ديالنا ونعسنا معاها في بيت نعاس. كنا كنتفرجوا في واحد الفيلم حتى داتنا عينينا. اول مره كنحسوا بداك الحنان من جهه الوالده ديالنا، حيت الوالد ما كانش مخلي لها الوقت فين تعيش مع ولادها، كان ديما معدي عليها. غد ليه ناضت الوالده في الصباح كيف العاده وجدت لينا الفطور. خرجت انا وخويا بدر تلاقيت مع البير ومشينا للمدرسه. كان احسن نهار ليا في المدرسه حيت عارف راسي غادي نرجع للدار وما غاديش نلقى الوالد. المهم كملنا الحصه ديالنا، تسنيت خويا وخرجنا. مشيت انا وبدر والبير لواحد الجرده، بغيت ندي غير بدر يلعب شويه، ما بغيتوش يعاني كيف عانيت انا. قلت نديه هو بعدا يلهي الوقت شويه، نسينا راسنا وبقينا كنلعبو. دازت شي ثلاثه السوايع بالزبه، هزيت خويا بدر ومشينا ديريكت للدار. وعرفت راسي قفات مع الوالده، غادا تكون مسكينه مخلوعه علينا. بديت كندق لقيت الباب محلول، دفعت الباب ودخلت وقلت ليها الوالده لا سمحي لينا وصافي، بقينا كنلعبو ونسيتك. ما جاوبني حتى شي واحد، بديت كنعيط عاوتاني الوالده والو، حتى شي واحد ما كيجاوب. مشينا للكوزينه ما لقينا فيها حتى شي واحد. ملي مشيت للصالون لقيت الوالد جالس تماك وكان شاد في يديه صمتة. اول مرة ما كنت خلاش من الوالد وقلت ليه فين هي الوالدة؟ قال لي بحالي بحالكم، جيت ما لقيتهاش. قلت ليه ما يمكنش، ما عندها فين تمشي. قال لي داكشي اللي قلت لك هو اللي كاين. شديت خويا بدا وقلت ليه حنا غادي نمشيو نقلبوا عليها. ناض واش حطني بديك الصمتة للظهر وقال لي دوز تجلس، كون كانت باغاكم كون بقات جالسة هنايا. هي اللي مشات، ما كاين حتى شي ام كتسمح في الاولاد ديالها. صراحه في ديك اللحظه لا ضات بيا وما عرفت من ندير. لقيتو حاط لينا الماكله قال لي دوز تاكل. قلت ليه لا انا واكل ما بغيت والو. مشيت للبيت ديالي وبقيت كنبكي. اما خويا بدر مسكين بالخل عام شكله صحه. الغد ليه كنسمع الدقان مشيت كنجري كنصحاب الوالده. ملي كنحل الباب كنلقاها مرا كبيره، قالت لي كلم لي باباك. محامل كاع مشي عنده، مع دراسي كنلقاه هوايا. قال لي صافي دخل نتايا. دخل هو وياها للصالون وبقاو كيدويو شحال. بقيت كنتسنط عليهم وعرفت من بعد انه جايبه باش تقابلني انا وخويا بدر. الخبار ديال الوالده تقطعات، دازت 3 ايام وحنا ما عارفين عليها والو. كنت كنوض الصباح كنلقى داك المراه موجوده لينا الفطور. كنت غادي انا وخويا بدر ويتبان لي واحد الطوموبيل ديال البوليس. ملي طليت بانت لي فيها نفس البوليسيه اللي جات عندنا. مشيت كنجري لعندها وبديت كنطلب فيها وعاودت لها داكشي اللي وقع للوالده وقلت لها علاش طلقتو الوالد. ما فهمت والو داك البوليسيه وبدات كدوي في الراديو شحال. من بعد بعدات من حدايا شويه عاودت رجعت لعندي، بقات كتشوف فيا وما قدرت تقول لي والو. بدات كدوي مع البوليسي اللي حداها وعرفت ان الوالد عنده شي دراسه صحيحه هو اللي مكالي عليه. خليتهم في الطوموبيل ديالهم ومشيت ديريكت للمدرسه. دازت 10 ايام ما شفت الوالده، توحشت بزاف خصوصا بدر اللي كان متعلق بها لواحد الدرجه كبيره.
واحد النهار وانا في الحصه الدراسيه ديالي عيطوا عليا مشي الاداره. ملي مشيت كنتفاجئ كنلقى الوالده، فرحت بزاف عندك تبقيت كنبكي وحتى هي. خرجت المديره ديال المدرسه وخلاتنا جالسين بوحدنا انا وياها وخويا بدر. عودت لينا بلي راها عيات ما بقاتش قادره تعيش مع الوالد وانها قررت ترجع للمغرب. قالت لينا واش بغيتو تمشيو معايا ولا تبقاو مع باكم. طبيعة الحال جوزنا وافقنا باش نرجعو معاها. كانت ديجا شي ما وقفات معاها وصوبت المسائل ديالها كامله. سلتنا من الاضاءه وخليت الشكاره ديالي في القسم ديريكت المطار وشدينا اول طياره راجعه للمغرب. وصلنا لقينا جدي كيتسنى فينا، دانا بالطوموبيل للدار والحمد لله ولينا بخير. دازت شي 3 ايام جاو العائله ديال الوالد ديالي اللي ما كناش كنشوفوهم بزاف، الاغلبيه ديالهم ما عندهم حتى مع اخوهم. جاو للدار شافونا ودواو مع الوالده ديالي وقالوا ليها راجلك راه كيسول فيك وباغي يرجع ليك باش ما كان. قالت لهم الوالده مستحيل باقي نرجع ليه مازال، انا كنتسنى فيه غير امتى يجي باش نكملوا الاجراءات ديال الطلاق. عياو معها ولكن الوالده ما بغاتش، وبيني وبينكم حتى انا داكشي اللي كنت باغي. دازت شي 10 ايام جا الوالد وجاب معاه الوالده ديالو وشي جوج خواتاتو، دخل معاه الحليب وحاولي للدار. بقى جالس وكيطلب في الوالده شحال وتيقول ليها راني تبدلت وحياتنا ان شاء الله غتولي بخير. قال لها السبب اللي كان كيخليني نغير بزاف هو انني كنت تعرضت للخيانه من قبل. كنت كنبغي واحد البنت ومشيت خطبتها من دارهم، ومن بعد حصلتها مع واحد اخر، داكشي علاش وليت مريض بحال هكا. صافي سمحي ليا، راني وليت كنشوف طبيب نساني وبديت كنتعالج والحمد لله غادي نولي بخير، عافاك ما تخليش عليا. صراحة حنا كاملين بقى فينا الا خويا الصغير بدر اللي ما بقاش كيحملو وقال لينا واخا تسمحوا ليه نتوما انا ما بغيتش نرجع معاه. دخلوا جدودي ودوروا مع الوالده وفي الاخر قررت انها تسمح ليه وتعطيه اخر فرصه. مهم ضل معنا الوالد داك النهار وكان التعامل ديالهم بدل بزاف. من بعد قرروا انهم يتصالحوا وقطع لينا الوالد ورجعنا لاسبانيا. وصلنا للمطار لقينا داك المرا اللي كانت مقابلانا كتسنانا بالطوموبيل ديالو. هز الوالد الباليزات ديالنا داهم في الطوموبيل وطلعنا حنا ورجع بقى كيهضر مع الوالده. من بعد شفت واحد اللقطه اللي عمرني في حياتي ما شفتها، مو انهم كانوا كيضحكوا بجوج وجايين معانقين. طلعوا الطوموبيل ومشينا كاملين للدار، وهنا الحياه ديالنا بدات كتحسن شويه. مابقاش شويه الصداع، مابقاش المشاكل، ولينا كنخرجوا كل ويكند. الوالد الحمد لله بدل التعامل ديالو، عرفنا ان داك الطبيب النفساني خدم معاه مزيان، وعرفت ان الوالد مسكين غير كان مريض. المهم بقيت انا معاشر مع صاحبي ألبرت والوقت كدوز بزاف. وصلت للسانكيام كنت كنقرا مزيان. واحد النهار ساليت الحصه ديالي ومشيت للدار. قبل ما نوصل للدار كنسمع مع الدوار الصداع على الشهد والغوات. محدي غادي كنقرب للدار والغوات كيزيد يتجهد. عرفت الصوت ديال الوالده. ملي دخلت لقيت الوالده ناعسه في لادو وهو طالع فوق منه وكيدخلها في الكروشيات بلا ما نعرف شي كان جاي. ودفعته الوالد ديالي كان صحيح. الموضه اللي ناض جمع معايا بتصفيقه وخرج وخلاني جالس مع الوالده. كانت كتبكي والدم خارج لها من الفم ديالها. الوالدة شنو واقع؟ مالكم عاوتاني؟ قالت لي رجع للحاله اللي كان فيها الاولى ودابا رجع كثر من الاول كاع. الوالده دخلت البيت نعاس وبقات كتقلب في الوراق ديالو حتى لقات السميه ديال الطبيب اللي كيتبع عنده. اتصلت بيه الوالده وبقات كدوي معاه شحال وقالت ليه بلي راه راجل رجع للحاله وكثر كاع من الاول. صدمنا الطبيب ملي قال لنا كان غادي مزيان معايا. لافوت ديالو هو اللي ما بقاش كيتبع معايا الحصص وما بقاش كياكل الدواء ديالو. المهم قطعت مع الوالده وما عرفنا شنو غادي نديرو في هاد المصيبه عاوتاني. من بعد دخل خويا الصغير وشاف الوالده في داك الحاله، فهم والو مسكين ودخل كيجري لعندها وكيبكي. حتى شي واحد فينا ما قدر يمشي للمدرسه. بقينا جالسين مع الوالده حتى الليل عاد تم داخل الوالد وتم داخل السكران. غير شافتو الوالده مسكينه دخلاتنا البيت ديالنا وسدات علينا. ما خليتش الوالده تسد عليا، ولكن ملي شتها تعصبات خليتها دير داكشي اللي بغات، حيت انا ديجا عندي الدوبل ديال الساوت حتى الا وقعت شي حاجه غادي نحل. المهم دخل الوالد وبداو النقاشات عاوتاني. الوالده ما جاوباتوش، دخلت البيت الناس ديالو وسدات عليها. هو بقى كيهلل شحال في الصالون من بعد نعس.
غدي في الصباح فيقت خويا ومشينا للمدرسة، ديته هو وانا رجعت في البلاصة، حسيت بشي حاجة غدا توقع. داكشي اللي كنت خايف منه هو اللي وقع نيت، لقيت روينة في الدار. عاوتاني الوليد كده في الوالدة، الوالد كان طويل وعامر، الوالدة مسكينة باش يقدو في الطول. من الاخر الوالد حقها، مشيت كنجري الكوزينة ولا نهز واحد الجنوية وتميت غادي قاصدهم، وكان باقي كده فيها. شافني هز داك الجنوي وقال لي باغي تضفني، زيد دبوك. شديت داك الجنوي وانا نحطو في العنق ديالي، حتى بدا كيخرج لي شويه ديال الدم من العنق. الوالده مسكينه دفعات وجات كتجري لعندي، خطفات لي الجنوي من يدي، لاحتو بعيد وبدات كتقلب لي في عنقي. اما هو والله ما تسوق ليا، خرج برا بحال ما كاين والو. الوالده مسكينه الدموع في عينيها وكدير لي في الدواء، وانا النفسيه ديالي العالم بها الله. بقات الوالده كتطلب فيا شحال باش نمشي للمدرسه، وقالت لي ما عندك مناش تخاف. من بعد شي ساعه ديال المكانه دارت الوالده الخطأ ديالها ومشيت للمدرسه. مشيت وانا مبازق وخايف على الوالده اللي عاود رجع لها عاوتاني. مهم كملت الحصه ديالي، تلاقيت مع خويا بدر وجينا في الطريق، كان معنا البيرت حتى هو. وصلنا لراس ديال الشارع تلاقى البيرت مع باه وامو، وكانوا فرحانين بولدهم. بقى بدر كيشوف ذاك المنظر وقال لي شنو زعما، حنا ما نستاهلوش حتى حنا يكون عندنا والدين بحال هكا. عندك شو قلت ليها؟ الحمد لله حتى حنا عندنا غير الوالد مريض وصافي، وما قلت ليه والو على داكشي اللي وقع في الصباح. ملي دخلنا للدار كنلقاو داك الماء اللي كانت كتقابلنا عاوتاني رجعات. دخلنا كنجريو ديريكت للبيت ديال الوالده كنقلبوا عليها، وداكشي اللي كنا خايفين منه هو اللي كاين، الوالده ما كايناش. هبطت لعند الوالد وقلت ليه فين هي الوالده. قال لي الوالده ديالك ما بقاتش باغا تعيش معنا، وهي اللي قررت تمشي وسمحات فيكم، حتى شي واحد ما يبقى يسولني عليها. خويا بدر مسكين اللي بقى فيا بزاف تأزم، حتى انا معاه ولكن ماشي بحاله هو. كيف قلت لكم هو متعلق بها بزاف. ديتو معايا البيت ديالي وقلت ليه غصبه غادي نلقاو شي حل. الصباح كنا غادي للمدرسة، مشى معنا الوالد، دخل الاداره وانا كنت عارف علاش مشى، باش يوصيهم باش حتى شي واحد ما يدينا ولا يجي يشوفنا تماك. داز نهار الاول الثاني الثالث، كانت الايام ديالنا كلها كحله. الحياه بلا ام ما غادي عارف القيمه ديالها غير اللي فاقده. مهم واحد النهار خويا بدر ما كانش قاري في الصباح، نطت بوحدي مشيت انا والبيرت قاينا الحصه ديالنا. ملي كنت خارج كنلقى الوالده واقفه كتسنى فيا، غير شافتني مسكينه جات كتجري لعندي، عنقاتني وبقات كتبوس فيا شحال، بقيت اسمع ولدي انا راه ما مشيتش، راه باك جا عليا وباك راك عارفه مريض، قال لي عاود شفتك مازال غادي نقتلك. عطاتني التليفون وقالت لي هذا خلي باش نبقى نتواصل معاكم، انا غادي نقاد شي ويقات باش نعاود نرجعكم للمغرب، وهاد المره عمرنا باقي نرجعو معاه. لا صافي الوالده لي داتي انا معاك، قالت لي دابا هاك خلي عندك هاد التليفون انا غادي نمشي، لي يجي باك ويشوفني انا وياك. خديت من عند التليفون وبقيت كنعيط ليها مره، حتى شي واحد ما كان فاصل الخبر ديال التليفون من غير صاحبي البير. من بعد ما دازت 10 ايام بقى فيا واحد النهار خويا الصغير فاق، وبقى كيبكي بواحد الشكل كيخلع بزاف. ملي مشيت عندو قلت ليه مالك، قال لي بغيت الوالده، صافي مابقيتش قادر نعيش بحال هكا. سديت علينا البيت وقلت ليها بلاتي انا غادي ندوز عليك، راني بغيت نعطيك التليفون وخفت لي يشوفو عندك شي واحد. ماما كراه بخير وانا كندوي معاه يوميا، وقريب ان شاء الله غادي نهرب انا وياك من هنايا ونمشيو لعندها. فرح بزاف خويا وقال لي صافي هادي خبار زوينه، صافي بلا ما تدوز عليا دابا راه الوالد كاين. قلت لي عرفتي واش غادي دير، خلي عندك نتا التليفون اليوم، راه غادا تتصل بينا بالليل. وداكشي اللي كان، خليت عندو التليفون. ملي وصلت الوقيته ديال العشاء هبطنا باش نتعشاو، وخويا بدر دار اكبر غلط من اللي هبط مع التليفون. يلا بدينا كنتعشاو، بدا كيصوني التليفون اللي عطاتنا الوالده. الوالد نقز من بلاصتو قال لينا منين جا هاد الصوت، ياك انا مانع عليكم التليفونات. سمع الصوت عند بدر وبدا كيغوت عليه، قال لي جبد داك التليفون، مبغاش يعطيه ليه بدر ولكن خداه الصحة. جاوب الوالد، سمع الصوت ديال الوالدة، شبع فيها معيو غير سمعت الصوت ديالو وقطعات. ضرب الوالد التليفون مع الحيط وبدا كيغوت بواحد الشكل هيستيري، ناض عند بدر وسنق عليه. داك المرة ملي شافت الوالد بحال هكا لبسات حويجة وهابات بالزابة، بقينا معاه بوحدنا. نضت عند الوالد وقلت ليه التليفون ماشي ديالو، ديالي أنايا. دفع خويا الصغير في الأرض وجا سنق عليا، قال لي منين شتي التليفون؟ قلت ليه ماشي شغلك، لصقني مع الحيط ويقجني مزيان، عيا ما يخلط فيا، والو ما بغيتش نجاوبو. بقيت متحكم في الأعصاب ديالي
والصوت قادة وانا ندفع واحد دفعة خيبة. طاح من اللي ناض واحد اخر، عيني كانوا حماين، لصقني مع الحيط وقوش جني تكنت غادي نموت. عيني يتقلبوا، كان ضاب لي فيدي باش يطلق والو، كان كيشوف لي في عيني وكيقش فيا. ما كذبش عليكم، وليت كنشوف الموت في عينيا. كانت باقا لي شي 10 ثواني صافي ودي مول الامانه امانته. شويه كنسمع الوالد غوت وطاح من شوفلاط. ملي كندور نشوف لي من كنلقى خويا بدر شاد في يديه جنويه وكلها عمادم، والوالد طاح فلاد وشبعان دمايات. ما كاملاش 3 دقائق مات الوالد. سمعت الدقان على الجهد والبوليس جاو. جيت كنجري حيد الجنويه لخويا وشديتها في يديا. مع دخلوا لقاوني شاد الموس في يدي. البوليس ما فهموا والو، جبدوا عليا السلاح لحد الجنويه فلاد، ونعست فلاد وداوني. ملي سولوني قلت لهم هو اللي كان معدي علينا ويستاهل يموت، داكشي علاش قتلتو. اما خويا الصغير مسكين مبقاش قادر حتى يمش، بقى مصمم في بلاصتو كيشوف وما كيقول حتى كلمه. الوالده باش نتواصلوا معاها ما بقاش عندنا وما عارفه شنو واقع. خويا بقى مع داك المال اللي كانت مقابلانا، وانا داوني البوليس. دوزت عندهم شي سيمانه، من بعد داوني لواحد البلاصه قالوا لي غادي تبقى فيها واحد 4 شهور بين ما تصدر الحكم ديالك. حتى شي واحد ما كان كيجي عندي من غير المحامي اللي مكلفه ليك الدوله وصاحبي البيرت اللي طلع معايا راجل وما تخلاش عليا. هاد الجمعيه اللي كنا فيها ماشي حبس، اي وقيته بغيتي تخرج كتخرج، ولكن راك مراقب ما عندك فين تهرب. قال لي البي واش خاصك شي حاجه؟ قلت لي بغيت حاجه وحده، هو نهرب من هنايا ونرجع للمغرب. قال لي انا غادي ندير اللي في جهدي باش نعاونك. هاد البلاصه اللي كنا فيها كان ممنوع فيها التليفون، كيعطيوك الدو في التليفون مره في السيمانه، وكتعزل النما وحده حيت ما كنتش كنعرف حتى شي واحد. عزلت النما ديال البيت. هادشي كامل ما كنتش نسوق ليه، كان عندي الهم الوحيد ديالي هو خويا بدر، ما بغيتوش يبقى مع داك المرا. طلبت البيت باش يمشي للدار ديالنا وياخد داك لاكارت من التليفون ويخدمها في تليفون اخر، ويتصل بالوالده ويعاود على هادشي كامل اللي وقع. على الاقل جدي خويا بدر داكشي اللي دار، مشى خدا لابيست وخدمها في التليفون ديالو. بقى كيعيط الوالده التليفون ما كانش كيجاوب. من بعد 3 ايام اتصلت به الوالده، جاوبها وعاود ليها على داكشي كامل اللي وقع. مشات الوالده مسكينه خدات خويا بدر وجاو عندي بجوج في زياره. بقات كتبكي الوالده مسكينه وكتلوم فراسها وقالت لي انا السبب، كون بقيت معاكم ما كانش غادي يوقع هادشي. مع انك توكت ليها الوالده ما ديري فراسك والو، هادشي مكتاب ليه يوقع، غير دي خويا بدر ورجعو نتوما للمغرب. انا قد باسي. تعصبات عليا الوالده وضربتني، قالت لي واش تمايد تقول لي الهضره، انا ما غادي نمشي حتى نديكم معايا بجوج. دوات مع المدير ديال داك المصلحه بخصوص القرايه ديالي، قال ليها ماشي مشكل الا بغى يكمل الدراسه ديالو غادي نكملوا عليه، ولكن بيني وبينكم ما بقيت حامل نغام، ما بقيت حامل ندير والو. المهم عندي هو الوالده وخويا الصغير يعيشوا بخير. فيما كتجي عندي الوالده كنقنعها باش يمشيو للمغرب، ما كانتش كتبغي، ولكن اخر مره قلت لها الوالده انا غادي نتطاب مده طويله بزاف، وانا بغيت نهرب من هنايا، ما بغيتكمش نتوما تكونوا هنايا، انا غادي نلحق عليكم. غير سيري، الا بقيتو نتوما هنايا فين ما غادي نهرب غادي نتشد. خليني الوالده عافاك. بدات كتبكي وفي الاخر اقتنعت بالهضره ديالي. عندك توم بجوج بحال اخر مره غادي نشوفهم. صراحه ملي عرفتهم مشاو للمغرب ارتحيت بزاف، كان واحد الهم ثقيل عندي. دوزت شي 15 يوم كنتفاجئ واحد النهار البيرت حتى هو دخل معايا. مشيت لعندو عندك توم سلمت عليه وقلت ليه مالك ياك لاباس؟ قال لي شتوني البوليس كنبيع الحشيش، ما فهمت فيه والو. البيرت كنت كنعرفو داويش وما كيدير حتى شي حاجه من هادشي. عاود ديال بلي كان كيمشي شي قهاوي في الليل وتبلى بالحشيش، والوالدين ديالو ما بقاوش بغاو يعطيو الفلوس، وشي واحد اقترح عليه يخدم معاه. وهاد المده كامله كان خازن عليا، بدا كيبيع الحشيش والفلوس اللي كان كيتخلص بهم كيمشيو في البلية. قال لي ما تخافش انا اصلا جيت نشوفك توحشتك وندوز معاك هاد المده هادي وغادي نخرج، عندي غير 4 شهور، ولكن جبت لك واحد الحل زوين بالنسبه لك نتايا. الا بغيتي تخدم مع هاد خينه اللي خدام معاه انا غيقدروا يهربوك من هنايا وتبقى عايش معاهم، غادي يخلصوك مزيان وتعيش حياه زوينه احسن من هادي اللي عايش انت دابا. وما تنساش واحد القضيه، نهار غادي تكمل 18 عام غادي يحولوك لواحد الحبس فيه غير القتاله، يعني ما عندك حتى شي حل من غير انك توافق. اش غادي نقول لك خويا البيرت؟ ما بقى عندي ما نخسر، اي حاجه قلتيها ليا انا معك. وداكشي اللي كان.
دوز معايا البيا تتابع صور صراحه ما عقلتش عليها. كنت كل مره في السيمانه كنتصل بالوالده وكنت نقول لها راني بخير بلا ما تهز ليا الهم. هاد المصلحه اللي كنا فيها كانت في الاول مخوفه. من نهارها بليوم واحد خينا وهي تزيا ديال بصح خوكم الزهر ديالو معكس، ولينا كندخلو بالوقت وكنخرجو بالوقت، وحتى شي واحد ما يخرج خارج ديال المصلحه. قبل ما يخرج البيرت بيومين تبدل هاد القانون. البيرت خرج وقال لي كون هاني غادي نلقى شي طريقه كيفاش نخرجك. دازت شي سيمانه من ورا الخروج ديال البيرت، كل سيمانه كان كيجي يطلع ليا البيرت. جاب لي تليفون وقال لي عندك يشوفك شي واحد. بقيت كنتواصل انا وياه كنجاوبو غير في الليل. حتى لواحد النهار قال لي وجد راسك غدا ان شاء الله مع الجوج ديال الليل غادي نجي عندك. وداكشي اللي كان وصلت لوحده ونص قال لي الجوج قد نتلاقاو حدا الباب ديال الصومبا ديالك. كان واحد كولوار طويل ومن بعد كاين الباب ديال الساحه عاده باش كاين الباب الكبير. كنا في الشومبا حنا ثلاثه، نط كنتسلت بحال نايض للطواليط. من بعد حليت الباب وبقيت واقف كنتسنى. شويه كيبان لي شي واحد كيضرب البيل ديال التليفون من ورا الباب ديال الكولوار. كان مع شي واحد اخر اختصاصي في البيبان. باش كنشوف فيهم كيخابقوا في الباب. ما كاملاش 5 دقائق حل الباب. كان البيا ديال التام على وجهو. مشيت كنجري لعندهم وسدينا الباب بحال ما وقع والو. وصلنا لداك الجدار كان الصوت فيه عالي. هزوني انا الاول طلعت، من بعد منا طلع البير. شعلوا الضوء في داك المصلحه، شي واحد وصل لي الخبر. مع انقذنا الصور لقينا طوموبيل كتسنى فينا. بقى داك خينا الثالث قال لي البير غير يلا ما تخافش عليه هذاك راه جن. ركبنا الطوموبيل وعفطنا عفطه وحده. بقينا كنخيطوا في الصناقي. من بعد مشينا لواحد الحي معروف بالشمكار، جميع انواع ديال المخدرات كتباع فيه، وحتى من البوليس ما كيقدروش يدخلوا تماك. دوزنا داك الليله تماك. ملي فقت الصباح لقيت الفطور محطوط. البيرت جالس كيفطر وكيفيق فيا، وكان معاه واحد الدري اخر. قال لي ما عرفتي شكون هذا؟ قلت ليه لا. قال لي هذا هو اللي كان معي البارح. قلت ليه كي درتي لا؟ قال لي اه قلت ليك هذا راه نمس. دوزت شي 3 ايام وانا مرتاح معاه. من بعد قال لي البيرت واش موجود الخدمه؟ قلت انا موجود معاك من دابا. البيرت كان عنده موطور زوين. سيمانة وحنا كندورو كيديني غا على لي بواط. كنتعرف على لي بواط اللي كاينين كاملين في المدينة. كل نهار كنشوفو 3 4 حتى حفظتهم كاملين. حتى لواحد النهار داني البير ومشينا لواحد الفيلا كان فيها واحد خينا. غير شافنا جا سلم على البير وعطاه واحد الصاك. ركبت انا والبير في الموطور مشى ديريكت لواحد كباري. بقيت كندور معاه داك الايامات الاولى وشفت الطريقة كيفاش كيخدم. درت 3 ايام تعلمت منو. وليت كنخليه جالس وكنبيع انا. من بعد شهر ولا كل واحد فينا كيبيع بوحدو. هاد المده كامله كنت كندوي مع الوالده وكنقول لها مازال باقي في داك الاصلاحيه باش ما تبقاش مشطون عليا. من بعد بدا كيدخل الصف. ضبات على موطور حتى انا، ولكن كان غير مشفور. اصلا انا كنت روشاشي، وصلت للسن ديال لاكارت ديالي ولكن ما نقدرش نصوبها. ملي عرف البيرت المشكل ديالي ودوا مع الشاف اللي خدامين معاه، بدلوا لي السميه وصوبوا لي لاكارت مزور. هزلت السمية جلال. غير خرجت لي لاكارت وليت عايش بخير. ما بقيتش خايف كيف الاول. كنت في الاول الا دزت محدا بوليسي كتشدني الخلعه. اما دابا هانيه. بقينا كنبيعو انا وصاحبي المده ديال شي عامين. كنت كندخل الفلوس ولكن الغلط اللي كنت كندير كنعاود نخسرهم. الدريات والشراب والتبليت حتى انا بالحشيش. وليت كنهز الموطور ديالي كندير الصويك في ظهري. كنمشي كنفاتكو كامل في ليله وحده. واحد النهار مشيت لواحد البواط السلعه اللي كانت عندي دغيا تباعت. جلست في واحد لاطابل وكان فيه الجوع دومونديت على العشاء. كان انفاس معايا واحد الدري ومعاه واحد البنت. كانوا كيديروا بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف، كاع الناس كيتفرجوا فيهم. صراحه بقات فيا البنت شويه، بالي انه هو اللي حاقر عليها، خصوصا انني فايت حضر الفيلم بحال هذا اللي هو ديال الوالده. المهم ما بغيتش ندخل راسي في المشاكل. حطيت البلا ديالي بديت كنتعشى. واحد شويه ناض داك الميكروب هو يخوي عليه كاس ديال الشراب اللي كان حداه. مسكينه ما دارت حتى شي رده الفعل، بقات غير كتشوف فيه وكتهدن فيه. السيد عاد مازال طلع للسما. نطلع عندو قلت ليها يمكن لك تعامل معاه بطريقه احسن من هادي، حتى الا ما بغيتيهاش سير في حالاتك وخلاها، ولكن باش دير لك قدام الناس بحال هكا ماشي مزيان. هاد خونا هذا عنده سمعه خايبه بزاف، وكل شي كيخاف منه في داك البواط وحتى منها هي. لاحظت انها بقات كتشوف فيا وكتعجب
ملي شافني دخلت جاوبني بواحد الطريقة خايبة وقال لي ماشي شغلك سير تجلس بلاصتك ولا غادي ندمك. بقيت كنفكر مزيان وليت خايف لنجبد شي مشكل وفي نفس الوقت كنقول يمكن تخلي الدنيا في هاد الإحاشة بحال هكا وتنتي باغا تبقى جالسة مع واحد بحال هذا. بقات كتشوف فيا وحدات عينيها في الطبلة دفعني هو واحد الدفعة خايبة وهز قاعة في يديه قال لي غادي تعاود ترجع غادي نهزلك على راسك. بلا ما نخمم تمي طاجة لعندو وحتى هو وفى بالكلمة ديالو. هذا سيدك القاعة فوق راسي ما كذبش عليكم ما حسيت بوالو فهو داك العيشة اللي كنت عايشة في الصغر ولا بحال هادشي كيجيني عادي. كانت هادي أول مضاربة ليا في شي بواط وعماني جبت شي مشكل ولا حتى في حياتي كاملة كاع. ما كنتش عارف راسي صحيح بحال هكا حتى فاش اختت خونا هذا حيت حتى دابا ما قدر يجيبها فيا. من بعد ما نشرتو في لاد شديت داك الدية في يديها وخرجت من تماك ركبتها معايا في الموطور ومشينا القهوة اخرى. يلا جلست معاها سولت على سميتها قالت لي سميتي تايلا. قلت لها شكون هذاك اللي كنتي معاه وعلاش قابل على راسك هاد الدل الكامل؟ قلت لها هذا كنت كنعرفو شي عام دابا وتفارقت انا وياها وبغى يرجع ليا وما بغيتش ورجعت عني صحة مشيت ديكلاريت البوليس ولكن ما كنصور من عندو والو حيت هذاك اخطر بزنازكين في الحي. ما قالت لي بحال هكا عرفت راسي جبت المشاكل ديال بصح. المهم تعشيت انا وياها ووصلت الدار فين ساكنة. ملي بغيت نمشي قالت لي عطيني التليفون ديالك. تبادلنا بنوما ديال التليفون ومشيت للبلاصه فين ساكن لقيت هوينه نايضه ديال بصح دات الميكرو وجاب العصابه ديالو وجاو كيقلبوا عليا تماك. شافني روبرت جا كيجري لعندي وقال لي مالك صاحبي نوضت لينا اكبر مشكل مالك مع داك الميكرو؟ ما بغيتش نقول لهم شنو وقع حيت غادي يقولوا لي ماشي صوغك ديها في الخدمه ديالك وفي حياتك. دخلت البيت ديالي وسديت عليا. تبعني روبرت وقال لي عاودي شنو وقع وداكشي اللي كنت خايف منه هو اللي وقع. ضاف في مديان وقال لي انت ماشي شغلك صاحبي واحد هو صاحبته يدبو راسهم. قال لي ابتداء من غدا ما تبقاش تمشي لذاك الحي انا اللي غادي نولي نمشي تماك وانت غتمشي للحي اللي كنخدم فيه انا وحاول الماكسيموم تجبد لا مشاكل لا والو. بديت كنخدم في الحي اللي كان فيه البرت. واحد النهار ساليت صونات عليا طايلة تلاقيت معها جات هزاتني بالطوموبيل ديالها وداتني لواحد الدار قريبة حتى البحر عايش فيها غير باها بوحدو. باها مقابل غير الصيد تماك والشوايات عايش لي الحياة وناسي لي بنادم. دوزت معهم يومين تماك. باها كان ضيف تعامل معايا مزيان ورحب بيا والصراحة حتى انا لقيت راحتي عندهم بزاف. واحد النهار فقت قبل منهم وقلت انا اللي غادي نوجد الفطور. جيت لواحد السوبر مارشي قريب ليهم ملي جيت كنلقى داك الميكروب جا عاوتاني كان غير بوحدو وهز مع السلاح وكان كيغوت على بوا الطايله اللي حتى هو كيبان ما كيحملوش. بقيت واقف من بعيد وكنسمع فيه كيقول ليها بنتك غادي ناخذ الصحه وانا اللي غادي نتزوج بها. بوا الطايله ما كيحملوش هز عليه زواطه وقال ليها واخا تقتلني ما غاديش نخليك تديها. عاد باش عرفت علاش الطايله كتمشي معاه كانت كتخاف على الوالد ديالها حيت داك الميكروب هز السلاح وحطو ليه في راس ديالو وقال لها غادي تمشي معايا ولا غادي نقتل لك الشيبان هنايا. بدات كتبكي وقالت ليه لا صافي غبعد منه انا غادي نمشي معاك. قال سير طلع للطوموبيل. مشات هي طلعت للطوموبيل ما جا فيني دور تلقاني واقف حداه ضربت بكوتي واحد وضربت ليه يدي حيدت ليه السلاح عاود عطيتو قتله عاوتاني وخديت ليه داك السلاح. قال لي اسمع عندك 3 ايام غادي تموت فيها حدي راسك مزيان. ركب في الطوموبيل ديالو وزاد. طايلة وباها كانوا خايفين عليا بزاف حيت كانوا عارفين ميكروب ويقدر يقتلني بسهولة. حتى انا كنت مبرد شوية ولكن ما بينتش ليهم. حطيت الفطور فطرنا كاملين مشيت تلاحيت كنعوم شوية من لا رجعت كنسمع بوا الطايلة كيقول ليها هاد الدري هذا تبارك الله راجل ومكرهش قبل ما نموت نشوفك مزوجة بيه. دارت لعند بوها وقالت ليها بابا واش من نيتك هذا ما كيجيني والو حنا غير اصدقاء وصافي. قال لها المهم غير حافظي عليه وصافي. عيط عليا البرت ومشيت لعندو. ما وصلت للباب كنحل بالساوت حتى كيتلاحو عليا البوليس شدونا كاملين وضربونا بثلاث شهور ديال الحبس. اول نهار ليا في الحبس تلاقيت مع البير شافني جا عنقني وقال لي اسمح لي بزاف انا اللي عطيتهم السميه ديالك ولكن اخويا راه عذبوني بزاف ديما كاين حتى مشكل انت صاحبي فين ما مشيتي غادي ندخل معك. قال لي ماركوس هو اللي حرش علينا الكلاب ديالو قلت لك بعد عندك الميكروب راه غادي يجيونا غير المشاكل من وراه. وحنا في الحبس كيبان لينا واحد الدري الله دخل جديد
وكيبان دايويش صراحة كيبان دمدومة بزاف. ناض عنده واحد الميكروب وبدا كيقلب ليه في الحويج ديالو. حيت ليه باكي ديال الكارو وشي فلوس كانوا عنده. وحيت انا ما كندخل السوق راسي نط كنجري لعندو. شدني البيات ولكن دفاتو. تيش عندك خونا حيدتي داك الكارو الفلوس ورجعتهم للدري. خونا ما تساطاتش ليه. ضربني بالتصفيقة وانا بدا ندخل ليه. البير بقى غير متكي وكيتفرج. شوية وما يجي واحد ثلاثة ديال عشان وجاو تحاماو عليا. بداو كيخلطو فيا ويبان ليا البير تناض. اول مرة كنشوف البير مضارب ولكن حتى هو وحش. شديناهم عطيناهم قتلة ديال العصا. وخرج فيا واحد كوشي في العين ماشي مشكل. جلست انا والبير وقال ليا سبحان الله كاع المشاكل كتجي من وراك. كيفاش غادي دير؟ انا ما كنبغيش الظلم بحال هكا. جا جلس حدايا داك الدري اللي عطيت ليه الفلوس وقال لي شكرا بزاف خويا. وما طالي ديك الفلوس اللي كانوا عنده قال لي غير خذهم تي الا ما عندي ما ندير بهم. خدام عنده البيات كارو وانا كارو وجلس حدانا. ملي سولتو شنو كيدير قال لي هاكا. وانا ما كنفهم والو في هادشي. بقى كيشرح لي شنو هو المعنى ديال هاكا وكاع الحوايج اللي كيقدر يختارهم. ضربت شفت في البيات وقلت لي هاد الدري غادي ينفعنا بزاف. تعاشرت انا وياه ديال بصح. الدري كانوا ضاربينو غير بشهر وقريب غادي يخرج. خديت من عنده العنوان فين ساكن والتليفون ديالو. كل سيمانة كانت كتجي عندي طايلة. ملي سولت على داك الميكروب واش بقى شي عندها قالت لي ما تخافش وليت كايه في واحد البلاصه بوحدي واخا يقلب عليا ما غاديش يلقاني. ولاحظت ان الطايلة هادي ولات متعلقه بيا بزاف. المده ديال الحبس دازت بزاف. خرجت انا والبير وما عارفين فين نمشيو حيت البلاصه اللي كنا ساكنين فيها سدوها البوليس وما بقى كيدخل ليها حتى شي واحد. مشيت عند الطايلة اللي سلفاتني شويه ديال الفلوس. كيش بهم انا وصاحبي البير بين ما لقينا شي خدمه. ولكن البير كشفوا بادين من جهه الخدمه. مشى ديكش عند داك خينا اللي كنا خدامين معاه او تاني جاب من عنده الحشيش. وبدينا كنبيعوا في احياء خوين. بقيت ملاهي مع الشغل ديالي ونسيت واحد الوالده والخواتي. عيطت ليهم الوالده مسكينه شبعات فيا سبان. قلت لها ما تخافي عليا والو الوالده. خدمت لها ابيل فيديو وريتها واحد البيت مزوينه عاد تحت من جهتي. قلت لها راني مبزغه مع الخدمه وصافي. كنت صابر هنايا والهدف ديالي واحد هو نجمع الفلوس ونرجع نعيش في المغرب ونسى عليا هادشي كامل. ميكروب ديال ماركوس عرفونا كنبيعو في السوق عاوتاني وبداو كيقلبو علينا. اول واحد طاح في البال ديالي هو الهاكر. مشيت عند طايلة وقلت لها بغيت التليفون ديال ماركوس. قالت لي كاين عندي. خديت النمره ديالو ومشيت ديش عند داك الهاكر. قلت لي بغيتك تخدم معايا مره وحده. قال لي اللي بغيتها مرحبا عماني ما ننسى الخير ديالك. عطيتو النمره وقلت ليه بغيت نعرف الاتصالات اللي كيديرها تخونا كاملة. ما عرفش كيفاش دار ليه ولكن ضاف نص ساعة دخل لي واحد لعيبة في التليفون وليت كنشوف قاع داكشي اللي كيدير في التليفون ديالو. حتى من الكاميرا ديالو كنتحكم فيها ونشوف الوجه ديالو. اي حاجة بغيتها كنديرها. كان الهدف ديالي الوحيد هو نعرف ماركوس مني كيتقدى السلعة. حيت انا ما بغيتش نبقى خدام مع بنادم. بغيت ندير شي حاجة ديالي انا نولي نخدم معايا بنادم. بقيت مراقب ليه التليفون لمدة 40 يوم. والواعر في هادشي كامل عرفتو كياخد الحشيش من المغرب من عند شي واحد كاين في طنجة بالضبط. واحد النهار كنشوف ليه في التليفون ديالو لقيتو كيدوي مع واحد خينا مغربي خدم ليه كاميرا وراه كمية كبيرة ديال الحشيش وسط واحد الفيرما. خديت النمرة ديال هاد خونا اللي كيدوي معاها وديتها لداك الهاكر. تي بغيت نعرف هاد النمرة هادي فين كاينة. حدو شد النمرة دخلها في البيسي جبد ليها لوكاليزاسيون ديالها اللي كاينة في طنجة. ما عرفتش كيفاش كيدوزو داكشي من طنجة لصفاليون ولكن طاح في بالي حاجة وحدة هي كيفاش ندخل المغرب. بديت كنقلب في الانترنت على هاد البلان. عرفت ان الاغلبية كيدخلو حاكين. انا ما يمكنش ليا ندخل بالوراق اصلا. الوراقية كلهم مزورين. شكون اللي غادي يصوب لك باسبور؟ ما عندي لا وراق ديال الاقامة لا والو. الحل الوحيد اللي كان هو ندخل حاك. دويت مع طايلة وقلت لها باغي نمشي للمغرب وبغيتك تمشي معايا. قالت لي نمشي معاك. قالت لي صافي مشيو للمطار ونقطعو. قلت لها لا انت بغيتك تمشي بالطوموبيل ديالك غادي نحتاجها. المهم هي مشات قانوني وانا مشيت كندبر على شي طريقه اللي مشي بها حراك. عرفت القنات اللي كيدخلوا منهم الحراقه. مشيت حتى لحداهم ودرت راسي بحال داخل الصباليون. شفت واحد البوليس وانا نهرب ليهم. غير واحد شويه وقفت شدوني ودرت راسي ما كنعرفش الصباليون يا كاع. ملي سولوني قلت لهم مغيبي. عطيتهم السميه وكنيه غالطين. شدوني داك الليله عندهم الغد لي رجعوني للمغرب. حطوني في طنجه. عيطت على طايله اللي لقيتها كرات اوتيل.
دوز الثانوية واحد اليومين زوينة بزاف طنجة، هادشي كامل والبيات مفاصو والو. من بعد خديت داك لوكاليزاسيون اللي عطاني الدري، خليت طايلة ناسا في لوطيل، هزيت طوموبيل ومشيت كنقلب عليها حتى وصلت لواحد الفيرما اللي جات معزولة في واحد الكوان محدا حتى بني اخر. نزلت من الطوموبيل وبقيت كندور في الجناب ديالها، طليت من الفوق بانو لي الكلاب وعرفت كيفاش دايرة. والزوين في هادشي كامل هو كان عساس واحد، بقيت مقابل التليفون ديال ماركوس وعرفت ما بقى والو. شي 3 ايام وغادي يجي يدي السلعة، عيطت على البير وقلت ليه كيفاش كيدخلوا السلعة من المغرب لصبا اليوم. قال لي كاينين الناس اللي شاريين السوق ديال بصح، يقول لي الشاف اللي كناخدو من عنده حنا السلعة وكنخدمو معاه واش يبغي يشري من عندي كمية كبيرة. قال لي واش كضحك عليا، قلت ليه كندوي معاك معقول. قال لي منين غادي تجيب انت، قلت انا دابا كاين في المغرب. سول لي ورد عليا الا بغى نبيع عليه. ما تاقش بيا البير، يسحبني غير كنتمرقن. عيط لي ابل فيديو عاد تاق بيا، عيط لداك خونا قال ليه نشري من عندو داكشي كامل اللي عندو. عطاه التليفون ديالي واتصل بيا، قلت لي انا غادي نبيع ليك ولكن كيفاش غادي تدخل لاسبانيا شغلك هذاك. قال لي ماشي مشكل، عارف شنو غادي ندير، تعطيني 24 ساعه غادي نتصل بيك. على حساب داكشي اللي شفت في التليفون ديال ماركوس كاينه تماك 400 مليون ديال السلعه، غدير لي بروجي مفرقع في المغرب وغنسى عليا هاد السبل كامل. مشيت لعند طايله لوطيل ودويت معاها، حطيت معاها النقط على الحروف كاملين وقلت لها كاع داكشي اللي مبلاني ليه. طلع ليها الدم ومعجباش الحال، قالت لي انا ما جيتش معاك الا بحال هكا. خلاتني جالس، هزات الساك ديالها ومشات. عيطت على صاحبي البيرت وعاودت لي البلان كامل اللي باغي ندير، قلت لي هادشي بقى بيناتنا، دابا خاصني فلوس. البيرت عزيز علي المغامرات، قال لي انا معاك، شحال خاصك نصيفط لك دابا؟ صيفط لي جوج ديال المليون. مشيت كريت طوموبيل كبيرة لي تقدر تهز لي داكشي كامل اللي باغي ندير. دبرت على سلاحة على ديال البلاستيك، خليت حتى لواحد النهار مع جوج ديال الليل ومشيت لداك الفيرما. ديت معايا جوج كيلو ديال السوسيس باش منلقاش مشكل مع الكلاب. طليت من الصور ولحت ليهم داكشي كامل، خليتهم كياكلو فيه ومشيت لعند العساس، حطيت عليه السلاح في الراس ديالو. قلتلي شوف، اول حاجة غادي دير غتدخل داك الكلاب وغتسد عليهم، سينو اعتبر راسك راك ميت. قلتلي نتوما جيتو غا في الخلا، بالامكان ديالي نقتلكم كاملين ولكن مبغيتش تعدى عليكم. كنت ديجا داير التام على وجهي باش ميعرفني حتى شي واحد، خصوصا كانوا بزاف ديال الكاميرات تماك. العساس ما لقيت معاه حتى شي مشكل، قالي غا متأديناش اولي، راه كاين انا وكاينين جوج ديال الرجال اخرين، جمعتهم كاملين في بيت واحد وسديت عليهم. مشيت للبلاصة اللي فيها الحشيش، لقيت داكشي بلومبالي مقاد، شارجيتو في الطوموبيل ديالي كامل وعفرت عفطة وحدة من تماك. عيطت على البير وقلت ليه راني قضيت الغرض هنايا، كون حتى انت راجل وقضي معايا الغرض. دوا مع الشاف ديالو وقالي صيفط شي واحد باش ياخد من عندو السلعة وتكون معاهم الفلوس. مشيت للوطيل وبقيت كنتسنى. من بعد عيط لي البيرت وقال لي راني قاديت كلشي. قلت لي البير راك عارف الناس ما معاهمش اللعب. قال لي ما نكذبش عليك، انا درت داكشي اللي قلتي ليا، ولكن باش نتيق فيه ولا لا انا ما كنتيق في حتى واحد، دونك حدي راسك. تميت خارج مع الباب ديال لوطيل، مانت لي طايله راجعه، جات عندي وعنقاتني وقالت لي انا غادي نبقى معاك ولي ليها ليها. اول حاجه درت شديت الطوموبيل ديالها وسطوكيت بك الحشيش كامل اللي كان عندي في الطوموبيل الاخرى. حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك غادي توقع، وداكشي اللي كنت خايف منه هو اللي وقع. نط الغد ليه في الصباح كنلقى الطوموبيل الكحله كلها مفرقعه، جاو شي وحدين وهزوها كامله قلبوها، ملي ما لقاو والو زادو بحالاتهم. مول الطوموبيل ديال الكا كنت عاطيه 7000 درهم ضمانه، وكذبت عليه بلي الوراق ديالي راه نسيتهم وغادي نجيبهم ليه. عيط لي داك الشاف اللي غيشري من عندي داكشي وصيفط لي واحد لوكاليزاسيون. خليت الطايله في لوطيل وشديت الطاكسي ومشيت لداك البلاصه. تلاقيت مع ناس مغاربه، تفاهمت معاهم على كلشي. دانا مع 12 ديال الليل غادي نجيب ليهم السلعه وهما غادي يعطيوني الفلوس. طايله قلت تسنيني غير في لوطيل، ما وافقاتش، قلت لي غادي نمشي معاك رجلي برجلك، ما عرفتش الناس مع من كتعامل انت. وداكشي اللي كان، ملي وصلت تماك لقيت جوج ديال الطوموبيلات، وانا كنت معول على طوموبيل وحده اللي غادي نتلاقاو معاها. حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك طايله، خليتها مخزونه تحت من الفولون ونزلت كندوي معاهم. باقي ما كملت معاهم الهضره جبدوا عليا السلاح وقال صاحبو بيكول زوين هذا. طايله طلعت عليا ملي شافت السلاح ديال مراته وهربات اليوم. هما تدعقوا فداك اللحظه، بقاو كيشوفوا فيها ضربت واحد خاينه بكروشي وهربت لي لواحد الغابه كانت قريبه. مشاو هما تبعوا الطوموبيل وانا بقيت غادي كندور بحال شي مسطي، ما عارف لا فين نمشي ولا فين نجي. بقيت بحال هكاك حتى خرجت للشارع الكبير وشديت طاكسي، مشيت ديريكت للوطيل.
وبقيت مبرط من جهة طايلة ما عرفت شنو دارت. شي بعض الأحيان ولاو كيطيحو عليا شي أفكار ملي حتى هي تكون معاهم قاع ولا تكون بعتو لشي واحد خرى، مبقيت كنتيق في حتى واحد. مع الثلاثة ديال الصباح كنسمع في طايلة كتحل الباب، دخلات وعند نقاتني وقالت لي ما تخافش أنا معاك راجل. قالت لي الطوموبيل بلاصيتها في واحد البلاصة بعيدة ما غادي يطيح عليها حتى شي واحد، وجيت لعندك في طاكسي. عيطت على البير وعاودت لي هادشي كامل اللي وقع، بقى فيه الحال ومشى حيح على ديك خينا. من بعد دويت مع البير وقلت ليه عندنا جوج ديال الاختيارات، يا اما نبيعوها هنا في المغرب وغنبيعوها غير بنص الثمن، اولا غادي تشوف لينا شي واحد تماك اللي هرب لينا ست العام المغرب لصوليون وداك الساعه نبيعوها على خاطرنا وغادي نجمعو التيبل ديال الفلوس. قال لي راه نشوف لك اللي دخل عليك ولكن غادي تخصنا فلوس. قلت ليه غير شوف لينا نتايا وانا غادي نبيع شي حاجه قليله هنايا. خديت واحد الصاك وبديت كنشارجيه وكنمشي ندور في الاحياء على البزنازه فين كاينين كل واحد، وليت كنبيع ليه بشويه بشويه. كاين اللي كنبيع ليه جوج المليون، كاين اللي كنبيع ليه ثلاثه، كل واحد وشحال. عيط لي البي وعطاني الناس اللي غادي يديو لي السلعه. كاينين شي ربعه في المغرب وربعه غادي يتلاقاو من الجهه اخرى. اتفقنا على 20 مليون لواحد، المجموع كلشي هو 40 مليون. داكشي اللي دات بقيت كنبيع حتى جمعت داك المبلغ كامل، وعيطت لداك الناس تلاقيت معاهم وهاد السلاح في يديا. قلت لهم انا ما بقيت كنثيق في حتى واحد، غادي تلعبوا معايا غادي نقتلكم كاملين ومشي للحبس ما عنديش مشكل. دوك الناس كانوا كيبانوا لي معقولين، قالوا لي احنا باغيين غير نخدموا وما كاينش اللي غادي يوصل لك لشي حاجه ديالك. زيت الطوموبيل وديتها لهم لواحد البلاصه مع الجوج ديال الليل، شارجينا واحد الزودياك وشتينا الطريق ديالك لصبليون. طايله رجعت بالطوموبيل ديالها ودات معاها في واحد البلاصه مي غادي تسناني. وصلنا في النص ديال البحر تلاقينا مع الزودياك اخر، طلعوا فيها ربعه ديال الصبليونيين ركبوا في هذاك اللي مشارجي والمغاربه رجعوا في الاخر. كملوا بينا الطريق حتى وصلنا لاسبانيا. عيطت لطايلا تليفون ديالها ما كيجاوبش، عيطت لالبيرت اللي عشقني دابا جي لعندي لهاد البلاصه هادي. غير وصلت لسبليون لقيت البيرت كيتسنى فيا. شارجينا داكشي كامل في الطوموبيل ديالو وتحركنا. كلشي داز هو هذاك، حاجه وحده اللي كانت مبسطاني هي طايلا. كنعيط ليها التليفون كيصوني وما كيجاوب حتى شي واحد، وهاد القضيه ما مولفاش ليها. المهم مشيت انا والبيرت بالطوموبيل حتى للسكنه فين ساكن هو، ولكن انا ما بغيتش نسكن تماك. وقت لي دبر لي على شي باطمه اخرى ما تكونش مشبوهه، قلت هنا في اي لحظه يقدروا يدخلوا عندنا البوليس وهاد السلعه اللي ضاربين على تمارا كامله تمشي لينا. قال لي صافي اللي بغيتي نقلبوا فين نباتوا اليوم ودك الساعه يحل الله. مشينا لواحد الباركينغ ديال واحد سوبر مارشي كبير وبتنا فيه تماك. الغد في الصباح البي عيط لشي واحد كان ديجا كيكاي عنده، كاينة من عنده باطمة زوينة. شتينا واحد الصاك كبير شارجيناه مزيان وبدينا كنطلعو نعاودو نهبطو للطوموبيل حتى خوينا الطوموبيل كاملة. البير قال لي خليك دابا عندي شي غرض غنمشي نقضيه ومن بعد نرجع لعندك وندوفو في هاد السلعة شنو غادي نديرو فيها. داك السلعة كانت محطوطة في الباطمة وكانت مبلطاني وكنت خايف صراحة، مبقيت كنتيق بحتى واحد، كان ضروري خاصني نخزنها باش حتى شي واحد ما يلقاها. بديت كنقلب في هذيك الباطمة على شي كوان اللي خزن فيه داك السلعة وما يشوفها حتى واحد. طلع لي الدم حيت الباطمة كانت صغيرة، ما كاين حتى شي كوان فين تخزن داكشي، خصوصا ان عندنا كمية كبيرة. تكيت في واحد الفوتاي وبديت كنفكر غير مع راسي. طايلة الا كنشدها ماركوس زوج تصافيقات غادا تقول لي راه مهرب بالحشيش وماشي بعيد عارف السلعة اللي كان غادي يشري هو هي اللي دينا ليه، وصيفط الرجال ديالو يقتلوني هنايا ويهزو السلعة كاملة. وانا كنشوف فداك السقف ديال الدار نط بزاف وليت كنضرب فيه، عرفتو خاوي كان مصوب غير بالعود. فرحت بزاف حيت هذا هو البلان. جريت واحد البولة من البلافون بالي البلافون خاوي وصحيح، وبديت خدام على داك السلعة. من التسعود ديال الصباح وانا كنخوي تماك دات فيهم شي ثلاثة سوايع، الكولوار كامل عامر حشيش والبيوت بجوج. شديت داك الساك اللي كانت فيه داك السلعة وخرجت للزنقة لحتو. رجعت للدار ضربت بتدويشة وعاد ارتحيت. من بعد جبت التليفون وعيطت لطايلة، والو باقي طافي، بسطاتني ديال بصح. الوحيد اللي طاح في البال ديالي هو ماركوس، وليت كنقول ياك ما اختفى من المطار. تفكرت ماركوس وجبت التليفون نشوف فين وصل، ما شدت ديال حتى شي حاجة. انا تخلعت ديال بصح حيت عرفت ماركوس عرف ان شي واحد هاكا لي التليفون وكيتجسس عليه، حيت هادشي اللي قال لي داك الدري. قال لي ملي تقضي الغرض جي عندي نحبس هاد الهاكر حيت غادي تجبد لينا مشكل، الا عاق شي واحد غادي يعرفني انا اللي هاكيت لي التليفون وغادي نجي يقتلوني بدم بعد.
كنعيط على داك الدري ما كانش كيجاوبني. مشيت عندو للدار ديالو خرجت لي امو، كانت كتبكي وحالتها حالة. ملي سولت على ولدها قالت ليها في السبيطار، جاو شي ناس تعداو عليه وكاع الفلوس اللي كانوا عندنا داوهم لينا، ما عنديش حتى باش نداوي ولدي. قلت لها يلاه وراه ليا. مشيت انا وياها حتى لعندو، ما كانش قادر يدوي مسكين، بقى غير كيشوف فيا واحد الدمعة خرجت ليه من العين ديالو. صراحة بقى فيا انا اللي تسببت ليه في هادشي كامل. كانت خاصة شي 40 مليون على شي عملية بسبب شي قرطاسة جات لي حدا الصدر ديالو، سينو غادي يموت. دويت مع الطبيب وقلت ليه 3 ايام نجيب لك الفلوس. قال لي ما نقدر ندير والو حتى نشد الفلوس، حتى انا غير خدام. رجعت وعطيت لاطاك الخدمة ديال بصح. بديت كنشارجو جوج سيكان، واحد الالبيرت وواحد ليا، كنبيعهم بزاف حتى جمع داك المبلغ اللي قال ليا. رجعت للسبيطار ولحت ليه الفلوس حدا رجلي، بقى كيشوف فيا. قلت ليه شنو؟ سي اعتقد دري. كنشوف الام ديالو كتبكي بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف. عرفت شي حاجه ماشي هي هذيك. صرخت على داك الطبيب وقلت ليه يا قلتي باغي فلوس، ها كان الفلوس. قال لي اه مات. صافي تعصب ديال بصح. بديت كنبكي وهزت داك الكراسه كاملين وقلت لي انت والله لا بقات فيك. مشيت عند الام ديالو وقفت معاه حتى دفنوه وخليت لي هذاك الفلوس هي. رجعت للباطنه اللي ما كنت عاطي الثاوت ديال حتى شي واحد. تعلمت من الحياة حاجة وحدة، أنني ما نتيق في حتى شي واحد. عيطت على ألبير بواحد الطريقة اللي بينت لي فيها راني مخلوع بزاف. تي فينك؟ قال لي أنا كاين غير في الحي، تيجي عندي دابا للدار. بقيت كنتسنى فيه قدام الباب حتى جا ودخلنا بجوج. تي السلعة كاملة ما كايناش، الدار فعلا لقيناها مشطبة. ألبير رجولة ولكن تخاف غير يعطيو شي جوج طاشات ويقول لي ما الحشيش مخبي في البلافون كيف ما دار ليا في الصيف ديال الحبس. داكشي علاش ما بغيت نقول ليه والو. شاك في واحد هو ماركوس، فين غادي نلقاه؟ بدا كيضحك وقال لي حتى ماركوس غتسهل لك صاحبي، حتى قول شي حاجه منطقيه. قلت له وريني غير ماركوس فين كاين وخرج نتايا هاد السوق، ما بغيتش نخسر شي واحد اخر بسببي. عطاني العنوان اكزاكت فين ساكن. في تاني حاجه بغيت شي سلاح. قال لي ماشي مشكل نحضر لك. داز 24 ساعه جاب لي واحد سلاح. اول واحد طاح في البال ديالي هو داك الطبيب. فيت كنتسنى فيه في الباركينغ ديالو عارف الطوموبيل ديالو. من بعد حليته وبقيت كنتسنى فيه حتى طلع ليها. ما طلع قرطاسه وحده على راس خليته غارق في الدميات ديالو. يعني ما كيرحمش بنادم ما يستاهلش يعيش في الدنيا. الحي اللي كنت عايش فيه كنت كنشوف القرطاس يوميا. القلب ديالي مات وما بقيت كنعقل على حتى شي واحد. طلعنا الاثار ديالها غبره. تفكرت الوالد ديالها ومشيت لعندو. مشيت لقيت حالته حاله. قال لي ما خليتش فين قلبت عليها، ولكن انا عارف داك الميكروب هو اللي داها. مشيت ديك لايت حمل المره وكيقولوا لي ما عندك لا دليل لا والو. قلت لي غنكون هاني، انا غادي نجيبها لك حتى لعندك. قام مسكين كيعنك فيا ويشكر فيا. رجعت عند البير هزني في الموطور ديالو وبقى كيدور بيا. وصلنا لواحد الحي صراحه عماني ما وصلت ليه. كان كيخلع بزاف، بنادم كله شامات وغادي بالمطار غادي جايين. فين ما كنوصلو لشي راس ديال الزنقه كنلقاو زوج واقفين كلهم مخسرين. داكشي ديال المافيا ديال بصح. ملي خرجنا من تما قال لي البير عرفتي هاد الرجال؟ هادو هما الرجال ديال ماركوس، وهاد الحي هو اللي خدام فيه وشادو بوحدو. اي واحد يزعم ويدخل عندهم هنايا غادي يقتلو بكل بروده. كيلوحو في طارو ديال الزبل حتى كيجي الكاميو كيلقاه. كيعيطو على البوليس وما كيصور والو. عرفت ان ما كاين حتى شي طريقه كيفاش غادي نوصل لماركوس من غير حل واحد، هو نتقرب ليه بواسطه شي واحد من الرجال ديالو. دويت مع البير وقلت ليه خاصنا نبداو نبيعو دابا ما بقى عندنا حتى ريال. دار عندي البير وقال لي السلعه ديالنا ما داها حتى واحد حيت حاليا ما كدورش في السوق، وانا عارف السلعه ديال كيفاش دايره. قلت ليه البير انا كنعتبرك حتى من خويا، هذيك السلعه ما مشاتش ما والو، انا غير خزنتها وصافي. قال لي علاش ما قلتيش ليا؟ واش انا ماشي خوك ولا خايفني حتى انا ولا نشفاك؟ تي لا لا ما يمشيش بالك بحال هكا، غير خفتهم ملي يشدوك يعطيوك شي جوج تصافيقات وتقول لهم السلعه فين كاينه بحال كيف ما صيفطتيني للحبس. هذيك السلعه ديالي انا وياك، غير صبر خاصني ضروري نتقتيلا من بعد ديك السلعه ديالي انا وياك، وان شاء الله انا وياك غادي نخدمو مزيان. ما عجبوش الحال في الاول ولكن في الاخر اقتنع. قال لي انا معاك. عطيت الالبير باع شويه ديال السلعه، جاب لي فلوس بدل الستيل ديالي باش ما يعرفني حتى شي واحد. وفعلا درت واحد اللحيه ما بقيت معروف.
زدت واحد جوزوش مات في الدرع ديالي ولات واحد طانقة وخا هي العدو ديالي مكنحملهاش. عطاني ألبرت كاع لي كارتي اللي كيبيع فيهم ماركوس وبديت كنمشي ندور فيهم. درت راسي بحالا كنقلب ويجي عندي واحد خينا شريت من عندو. هداك الدري وليت كنتعامل معاه ديما كنشري من عندو بغيت غنشريه وصافي. أما الفلوس مكنتحاسبش معاه ديما كنخلي ليه الفلوس بالدوبل. حتى تعرفت عليه وخديت من عندو نمرة التليفون ولا كيجيب لي داكشي حتى لعندي. بقيت انا وياه بحال هكاك شي 10 ايام السيد ولا كيتيق فيا ديال بصح. تي واش تخدم معايا قال لي ما كرهتش ولكن ما قدرش. خدام دابا مع ماركوس ولا تقلبت عليا غادي يقتلني. قلت ليه ولا حيدت لك ماركوس من الطياره تخدم معايا؟ قال لي خدموا معاك انا وشي 20 دري اخر كلنا ما حاملينوش ولكن حيت ما عندناش البديل خدامين معاه. بديت كنسولو عليه عاود لي عليه كل شيء. قال لي اه دابا عنده مشاكل مع شي واحد كان كيشري من عنده السلعه في المغرب. ماركوس الوحيد اللي كان عارف بخبار داك السلعه وداك السلعه كامله تشفرات. وداك السيد شاك في ماركوس بلي هو اللي صيفط شي واحد وداها ليه. ملي ماركوس سمع هاد الخبار عاد عرف بلي التليفون ديالو مخترق وشي واحد كان كيتجسس عليه. ولكن المافيا اللي كاينه في المغرب ما كتعرفش هادشي. بقيت معاه بشويه بشويه حتى وصلت للطائله. قال لي اه كاينه عنده هنايا سد عليه في واحد البيت ما كتخرج ما والو. جبدت واحد البانو ديال الفلوس عطيته ليه. قلت لي الفرق بيني وبين ماركوس هو ان الا سهل عليك الله وبغيتي تمشي في حالاتك مكاينش اللي غادي يدوي معاك. ماشي بحال ماركوس غادي تبقى عنده عبد حياتك كامله. صيفطته بخاطر وعجبو الحال بزاف. ملي بغى يمشي قلت لي غادي نعطيك اول اختبار. عطيته واحد التليفون وخدي هذا بغيتك توصلو لطايلة. قال لي القضيه صعيبه شويه ولكن ماشي مشكل. ناض مشى هو وبقيت نتواصل معاه تخونا. الغد ليه مع الجوج ديال النهار كتعيط لي طايلة. كانت كتبكي ومخلوعة. قالت لي كنت صاحبك غنسيتيني وعمرك مازال باقي غتسول فيا. ليه لا راني كنت كنقلب عليك ولكن ما عرفتكش فين كاينه. قالت لي نهار وصلت لاسبانيا ما وصلت بالطوموبيل ديالي لقيت واحد جوج طوموبيلات كيتسناو فيا. هزوا عليا السلاح وقالوا لي ردينا دابا عند جلال وعذبوني ديال بصح وما بغيتش نديهم عندك. قالت لي شكرا بزاف وما تخافي والو قريب ان شاء الله غادي نهربك من تماك وغادي نعيش انا وياك بخير. حاولي التليفون ما يشوفو عندك حتى شي واحد. صافي وقطعت معاه. بقيت كندوي مع داك الدري اللي خدام معاه كان سميتو دانيال. بقى ديما كيجي يتقهوى معايا حتى ولا كيتيق فيا وليت عزيز عليه. نهار التاني جاب معاه واحد اخر وقال لي هذا راه كتر من خويا يمكن لينا نتيقو فيه. بقيت غادي بشويه بشويه حتى جمعت معايا شي 4 من الرجال ديالو. من بعد قلت لهم عندكم واحد المهمه اللي صعيبه شويه. قالوا لي شناهي؟ قلت لهم بغيتكم تهربوا داك البنت اللي شاد وتجيبوها ليا. في الاول ما بغاوش وكانوا مخلوعين ولكن من بعد قالوا لي احنا معاك. فين ما كانوا كيجيو لعندي كنت كندور معاهم مزيان. اما البير كل نهار كنعطيه صاك خدام كيبيع. دازت شي 3 ايام وجاو عندي داك الرجال بابا قالوا لي اه وين نديوها ولكن ما قدرناش. كان واحد فيهم كيشبه ليا بزاف. خديت الحوايج ديالو كاملين لبستهم ودرت نفس الوشمه اللي كان داير في العنق ديالو. اليوم انا غادي ندخل معاكم نتوما خاصكم تكاليو عليا باش حتى واحد في الرجال ديالكم ما يعرفني اولا يدوي معايا. قالوا لي صافي هذا بلان مزيان. عيطت في التليفون وقالوا ليهم بلي شي واحد معاهم خاص لي الموطور انا غادي نجيبه هنايا. ركبني معاه في الموطور وتمينا داخل لذاك الحي. كنت هز معايا السلاح ولكن ما نكذبش عليكم كانت فيا الخلعه بزاف حيت عارف راسي واخا بالسلاح ديالي الا وقع شي مشكل ما غاديش نخرج حي من هنايا. شحال من واحد من الرجال ديالو كانوا كيعيطوا عليا بالسمية ديال الاخر كنت كنهز يديا وصافي ما كنحاولش نشوف فيهم كاع. بقينا بحال هكاك في داك الشارع كامل اللي كان كيخلع حتى وصلنا للبلاصه اللي فيها طايلة. حطني في واحد البلاصه وقال لي خاصك تبقى مخزون هنايا حتى الليل وراني البيت فيه مسدود على داكشي اللي درت. بقيت مكوانتي في البلاصه ديالي حتى طاحت الظلمه. كنت كنشوف الناس كاملين اللي غاديين وجايين ولكن حتى واحد ما كان كيشوفني. شويه بالي السيد اللي كنت لابس الحوايج ديالو حتى هو راجع بحال ما وقع والو. وصلت جوسونس ديال الليل نضت وبديت كنقلب على البيت اللي فيه طايله. بقيت مضارب مع واحد القفل حتى فرقعتو. كانت ناعسه ملي سمعت شي واحد كيفرقع في القفل تخلعت وشدات واحد القنت ولكن ملي شافتني نضت كتجري وتلاحت عليا. كنت متفق مع دوك الرجال انهم غادي يخليو ليا موطور قريب ليا. خرجت انا وطايله لقيت الموطور واجد عفطت عفطه وحده. خارج مع داك الشارع كانوا كيشوفوا فيا شي وحدين ولكن ما فاهمين والو. حتى قررت نخرج منه هو يوقفني واحد بالموطور ديالو.
قال لي شكون انت وعلاش غادي بهادي؟ ليش كنت زايد انا وياه في الهضره حتى وقف عليه دانييل وقال لي صافي خليه يمشي. داك الميكرو براسو قاصح تقول واش بغى يخلينا نتحركوا. جبت التليفون ديالو وبدا كيعيط لماركوس بغى يشوف داكشي اللي كنديرو واش بموافقه ديالو ولا لا. دانييل ما خلاش يجبد التليفون، جبت السلاح واحد طولي على راسي قال لي ما تحركش من هنايا وبدا كيعيط في التليفون. جاوبو ماركوس وسولو قال ليه واش انت اللي عطيتي الموافقه لطايله باش يديوها؟ ماركوس بغى يجهل بدا كيغوت في التليفون وتفرقع عليه قال لي ما تخلي حتى شي واحد يخرج من تماك انا جاي دابا. دانييل صدمني في هاد اللحظه، جبد البيستولي وضرب بقطاسه وحده للراس وبقى مصمم في البلاصه ديالو. تي دانييل تبعني. قام صدوم وكيبكي وكيقول لي ماركوس غادي يخشني. تي دانييل ما تخاف والو غير يلاه معايا. تبعني بالموطور ديالو حتى خرجنا من داك الحي لحنا للمطار حيت قال لي دانييل كلهم فيهم جي بي اس وشدينا طاكسي ومشينا ديريكت للباطما. مسكينة الطايلة كان قاتلة غا الجوع وبين عليها الاثار ديال التعذيب ديال بصح، ومع ذلك ما جبدات سميتي وما قالتش ليهم انا فين كاين. دانييل عيط على دوك الثلاثة اللي كانوا مشاكين معاها وقال لي محاولوا تهابوا اليوم، الا تا ماركوس عارف الخبار غادي يقتلكم كاملين. هابوا زوج ديال الرجال وواحد بقى معاهم تماك حيت ما بانش في الواجهة كاع، وكنت كنصيفط ليهم اي حاجة ديال الفلوس خاصهم. اما انا بالي بلان واحد باش ننتقم من ماركوس وهو اللي غادي نديرو. جبت النما اللي كان كيتواصل مع ماركوس بطنجة واللي كان باغي يشري من عندهم السلعه. خديت النما ديال دانييل وعيطت ليه وقلت ليه اسمح لي انا اللي خديت لك السلعه كامله، ولكن انا ما عليا والو، انا غير خدام مع ماركوس وصافي. هو اللي قال لي دير هادشي كامل وانا عارف داك المافيا اللي كاينه في المغرب ما كيرحموش. هذاك الواحد اللي بقى مع العصابه ديال ماركوس هو الامل الوحيد اللي بقى عندنا باش نعرفوا الاخبارات كاملين. خليت البير ودانييل كيبيعوا في السلعه، مشيت انا وطايله عند الوالد ديالها باش ندير ليه البنت ديالو كيف وعدتو. ملي وصلنا حدا الباب طايله دخلت كتجري، عرفت شي حاجه ماشي هي هذيك. ملي دخلت لقات باها غارق في الدمايات ديالو. جا ماركوس وقتلو. طايله اعز واحد عندها في الحياه هو باها، بقات فيا بزاف عندك تو تحركنا من تماك قبل ما يجيو البوليس. 48 ساعه ما كاملاش عيط لينا داك السيد اللي بقى مع ماركوس وقال لينا راه نايض علوينا. عرفت ان المافيا المغربيه صيفطوا اللي غادي يصفي على ماركوس حيت دوك الناس ما معاهمش اللعب. كاع الرجال اللي كانوا مع ماركوس تخلعوها بقاو شي وحدين قلال قتلوهم بزابه. داك الراجل اللي باقي مع ماركوس عيط لي في التليفون وقال لي الا بغيتي ماركوس حي نتلاقاو في واحد الشارع. هزيت معايا طايله ودانييل وآلبير ما قلت لهم والو، قلت لهم غادي نقضيو غير شي غرض وغادي نجيو. مشينا لواحد الغابه وبقيت كنتسنى تماك. من بعد ربع ساعة كيبان ليا داك السيد وقف معاه ماركوس اللور. داك السيد اللي اصلا كان حاقد على ماركوس حيت كان ديما معدي عليه وكان خدام معاه مدة وما كيخلصوش. فين ما كان كيدوي معاه كان كيهدو باش غادي يقتلو. مع وصل ماركوس حدانا جبد السلاح ديالو وتم زي قاصدنا. هبطنا بربعة وبقينا كنشوفو فيه. اول واحد وجه لي السلاح هو انا، بدا كيتيري فيا ولكن السلاح خاوي. خونا اللي معانا حاربي مزيان خوالي السلاح قبل ما يهزو. طايله بدات كتبكي وقالت ليها بغيت غير نعرف علاش قتلتي ليا بابا. بقى مصمم وكيشوف فيها وحاجه وحده اللي كيقول علاش فضلتي هذا عليا. خدات من عندي السلاح وبقات كتيري فيه. خوات فيه الفادي كامل خليناه مليوح تماك. ورجعنا في الطوموبيل كاملين. الاخبار ديال ماركوس دارت بوم بلي المافيا المغربيه هي اللي قتلاتو، وحنا بدينا الخدمه ديالنا في داك الحي. داك السلعه اللي كانت عندنا كامله بعناها. الرجال ديالو اللي كانوا خدامين معاها عطاوني السميات ديال شي وحدين خويين كان كيشري من عندهم من المغرب. تعاملت مع شي جوج فيهم وخديت من عندهم سلعه كتيره وبديت كنبيعها وتاني درنا الفلوس ديال بصح. ولكن الرجال اللي كانوا خدامين معايا كنت مهلي فيهم، وكل نهار كنقول لهم اي واحد بغى يمشي في حالاته يقولها ليا ما كاين حتى شي مشكل. ولكن بالعكس عاد ما كانوا كيزيدوا لصقوا فيا كثر. كانت فيما كتجي شي حمله كيمشيو جوج ديال الرجال ديالي، انا ديما كنبقى بعيد على المشاكل، ولكن هاد جوج اللي كيمشيو كياخذوا تعويض كبير. داكشي علاش كلشي ولا كيضارب باش يمشي يدخل يدوز الحبس. كانوا 8 اللي خدامين معايا وكان الشاف ديالهم هو دانييل. اما البرت كنت كنعتبرو الشريك ديالي، كان بامكان ديالي نكمل في الطريق هادي ونولي ملياردير، ولكن ما كنتش باغي نكمل بحال هكا. كيف قلت لكم في الاول كنت باغي غير شويه ديال الفلوس ونرجع للبلاد ديالي ونعيش مع الوالده وخويا
ونعوضهم شويه من داك العذاب اللي دوزوه مع الوالد. داكشي علاش ملي جمعنا الفلوس ديال بصحه عيطت على صاحبي البير وقسمت انا وياه داكشي كامل. خليته هو اللي مكلف كل شيء وقررت نرجع للبلاد ديالي. طايله بقات كتبكي وكيصحابني غادي نخليها تماك وغادي نمشي بحالي. طلعت لعندها وقلت لها واش تبغي تمشي معايا ولا تبقاي؟ قالت لي شوف انت شنو بغيتي، الا كنتي باغيني نمشي معاك، الا ما كنتيش باغيني نبقى هنايا غريت عندي وعندك توك ليها انت غتبقاي معايا مدى الحياه. رجعنا للبلاد وما مشيتش للدار. اول حاجه مشيت درت شريت واحد الباطمون فاقع، درت شي جوج بروجيات خوين وخديت الطوموبيل. عاد من بعد جيت للدار عند الوالده، خليت طايله كتسناني في الطوموبيل ومشيت كندوق. حل لي اخويا الصغير اللي تبارك الله كبر بزاف ولا تقريبا قدي في الطول، بقى مصمم كيشوف فيا وما فهم والو. واش ما غاديش تسلم على خوك داك البروس؟ عاد هو يتلاح عليا وعنقني، بقى كيبكي شحال. من بعد سمعته الوالده وخرجت لعندي حتى هي. ما قدرتش نوصف لكم داك الاحساس ديال الوالده ديالك اللي سنين ما شفتيهاش. دخلت سلمت عليهم كاملين وجلست معاهم. جدي مسكين كان كبير، لا هو لا جده. اول حاجه درت ديتهم الحج بجوج وتهليت في الوالده ديالي، وخويا صيفطو يكمل القرايه ديالو برا. وهنا كتكون سالات القصه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. كنشكر الناس بزاف اللي سولوا فيا على هاد التعطيله هادي، وكنعاود نقول لكم بالسموحات على هاد الغبور، كنتمنى ما تعاودش. تهلاو فراسكم الخوت.